ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم الموضوعات التي سنقوم بشرحها ومناقشتها خلال الأسبوع الرابع من هذا الفصل. كونوا معي. بالطبع عزيزي الطالب، لابد أن نستذكر أن سورة النور هي من السور المدنية. في هذه الآيات تحدث عن أن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، بضرب مثل من صورة حسية لتقريب المعنى لهذا النور الرباني، أي نستطيع أن نلتمسها ونراها. وضربت هذه الأمثال في الآيات لتقريب المعنى أيضا للناس باستخدام مظاهر الطبيعة من سراب وبحار وأمواج. أيضا بينت الآيات أن الله تعالى يجازي الإحسان بالإحسان ويزيد الناس من فضله بلا حساب. تحدثت الآيات كذلك عن بعض مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون كالسحاب والمطر والبرد والبرق والطير وتعاقب الليل والنهار لتكون عبرة للناس. كل ذلك سنتناوله في هذه الحصص بالتحليل اللغوي وأيضا بدراسة القضايا اللغوية الواردة فيها. أيضا سننتقل بعدها إلى أسئلة المعجم والدلالة، هذه الأسئلة التي تختص بمعاني الألفاظ وعلاقاتها ببعضها البعض. سنضيف إلى معنى اللغوي مشكاة، يسجي، الوتق، سنا البرق، يؤلف. أيضا سنستخرج من المعجم معنى الغدو، لجي، لكام. سنستخرج مفردات الجموع. أيضا سنفرق في المعنى بين الكلمات المتشابهة لفظا مثل عبرة وعبرة. بعد ذلك عزيزي الطالب، وكما يظهر أمامك على الشاشة، سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل. في السؤال الأول، ضرب الله تعالى مثلا للناس، ما المثل الذي ضربه الله تعالى؟ قمنا بمناقشة وتحليل هذا الموضوع. المثل هو نور الله، فوصفه الله تعالى بمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من نور من شجرة زيتونة مباركة، لا شرقية ولا غربية. كل ما في هذا الوصف من دقة هو ليعطي شدة الضوء وشدة النور. لما ضرب الله تعالى هذا المثل؟ بالطبع عزيزي الطالب، لم يكن ذلك عبثا، بل ليبين الله تعالى للناس أن له نورا عاما نور به السماوات والأرض، نورا خاصا تستنير به القلوب المؤمنة ويهتدي به المؤمنون. بعد ذلك سننتقل إلى السؤال الثاني، بما وصف الله تعالى شجرة الزيتون؟ بالطبع وصفها بأنها لا شرقية ولا غربية. هذا الوصف يعطي أنها دائما تتعرض للشمس لفترات طويلة بحكم موقعها. سننتقل بعدها إلى صفات الرجال الذين وصفهم الله تعالى في الآيات، يسبحون لله بكرة وأصيلا، ولا يلتهون بالتجارة والبيع عن ذكر الله، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ويخافون يوم الحساب. ننتقل بعدها إلى دلالة كل مما يأتي. السراب مثلا يدل على الخداع، وهي أعمال الكافرين غير النافعة، القلوب التي تتقلب. هذا هو عرض سريع وموجز لما سنقوم بدراسته ومناقشته خلال الأسبوع الرابع. وكما قلت لكم، سيكون أسبوع مليئا بحل أسئلة سورة النور. عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون في هذا الفيديو قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم
بكل الأمل والخير والبركة.